الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن الترمذي، أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. هذه من الأداب، أداب المولود، من أداب المولود. قال أمر بتسميته يوم سابعه. هنا أداب كثيرة للمولود تحدث هنا من السنة، وفيها ما فيها الفضل، فيها ما فيها من الفضل، فيها التعامل مع رزق الله جل في علاه. الولد رزق وأعظم رزق للعبد، ففيها سنن من السنن. أولا أنه يترك التسمية إلى السابع، والاختتان إلى اليوم السابع، والعقيقة اليوم السابع، حلق الشعر مع التصدق بوزنه ذهب أو فضة، سواء جارية أو سواء طفل، لأن عائشة فاطمة رضي الله عنها يعني قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كانت، إذا هنا المسألة في السنن للطفل، الأمر بالتسمية، أمر بالتسمية في اليوم السابع، هذا إن لم يكن بيت النية على اسم له من قبل. إن لم يكن بيت النية على اسم له من قبل فإنه يجوز أن يسميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بيت النية على اسم إبراهيم، قال وسميته إبراهيم، ويصح أن يسمي في اليوم الأول، لكن السنة أن يؤخر التسمية لتبقى السنة بأسرها ويتعامل بها، أن يسميه في اليوم السابع وأن يعق عنه العقيقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المولود مرهون بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع، وأيضا يختتن، الختان يكون في اليوم السابع، وهذه طبعا تكون الطبيب أعتقد هو الذي يكون يعني هو الأصح قولا في هذا الباب عليه. لكن يوم السابع قد حدث مع أطفال الصحابة، وكان الأمر يسيرا جدا، والحق أن الاختتان في الصغر أيسر ما يكون، الاختتان في الصغر أيسر ما يكون، وهذا الأفضل. الختان واجب على الرجال، والخلاف مشهور بالنسبة للنساء، وإن كنت أدير الله بوجوبه على النساء أيضا. فالغرض المقصود بأن الختان يكون في اليوم السابع، والعقيقة أيضا تكون في اليوم السابع، وقد وردنا في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لكن من السنة أن يجمع هذا بأسره في اليوم السابع، وأن يميت عنه الأذى بالذبح والتنظيف، وأيضا بحلق الشعر، وحلق الشعر والتصدق بوزنه فضة. التسمية في اليوم السابع مستحبة، حلق الشعر وبالتصدق بوزنه فضة أو ذهب أيضا مستحبة، العقيقة عنه في اليوم السابع هذه خلاف بين العلماء، بعضهم قال بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرهون بعقيقته، يعني هذا عند اليسار، طبعا عند اليسار. والصحيح في قول جماهير أهل العلم أنها مستحبة، وقد قال بعض العلماء بتفصيل آخر قال هي واجبة على الولي، واجبة على الولي، ليس على طفل من شيء، حتى لو بلغ وهو يعلم أن أباه لم يعق عنه لا يجب عليه أن يعق. هذه الفائدة في التفصيل في هذا الباب، والجماهير على أنها مستحبة، وقد قال علماؤنا السنة أن يذبح شاتين عن الطفل وشاة عن الجارية، ولو ذبح شاتا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشات فذبح شاة للحسن، ذبح شاة أيضا للحسين. إذن هذه من السنن المهمة في هذا الباب. طبعا قوله مرهون بعقيقته، يعني أن هذا تدفع عنه شيطان، تدفع عنه الأذى في هذا الباب، وهذه التي تمسك بها من قال بوجوب العقيقة، هذه من تمسك التي يعني تمسك بها من قال بالوجوب. نعم، وضع الأذى عنه هو يعني إماطته وإزالته، كما في حديث سلمان بن عامر عند البخاري مع الغلام عقيقة، فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى، أي أزلوه. وقد قال البعض قال إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو، على أساس أنه حلق الرأس هو في تنظيف ونزع الأذى. وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال لم أرد من يخبرني عن تفسير الأذى، وصحيح الأذى كما قلنا هو حلق الرأس، وذلك جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك بأن إماطة الأذى هي حلق الرأس ثم التصدق بوزنه فضة أو التصدق بوزنه ذهب. وقد قال بعض العلماء حمل الأذى يكون على على على
على التعميم، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنه رضاه بأنه جعل بينهما عطف، قال يمات عن الأذى ويحلق رأسه، والحق أنه متداخل الأمر والأمر في ذلك يسير، لكن كما قلنا يستحب العقيقة عنه في اليوم السابع، التسمية في اليوم السابع، الذبح، حلق الرأس والتصدق بوزنه يكون في اليوم السابع. لكن لو كان كما قلنا كان قرر حتى هو جنين في بطن أمه التسمية فله أن يسميه في هذا الوقت. الفوائد المستنبطة، نعم، سعة الشريعة، سعة الشريعة الغراء ما تركت شريدة وريدة إلا أتت بها، ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي صغرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فضل شكر النعمة عندما تأتي العبد المكلف، فضل شكر النعمة عندما تأتي الذبح والتصدق، هذا شكر النعمة، فضل شكر النعمة عندما تأتي المرء المكلف. الذبح من أفضل القربات، الذبح من أفضل القربات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.